لكن الناس بقى اللي يقولوا انا اصلي وربنا ما يستجبش، طيب ما عدتش اخش كنيسه، ما عدتش اتناول، ما عدتش اعترف، ويقعد يهدد ربنا. قال لك ايه يا حبيبي، هو انت فاكر ربنا ده يعني بتفرض عليه اوامر لابد ان يطيعها وان ما طاعهاش تزعل منه؟ فكر ليه السبب ربنا ما استجبش الطلب ده. في ناس طلبوا من المسيح طلب كان عجيب جدا، وطبعا ما رضيش يستجيب ليه. قالوا له ان كنت ابن الله انزل من على الصليب. طب ده انا لو نزلت هتبقوا تضيعوا كلكم، اهي طلبه. يقول برضو اطلبوا تجدوا، اهي طلبه غلط. حتى اللصين كانوا بيعيروه في الاول ويقولوا له انقذ نفسك وانقذني، خلص نفسك وخلصني، برضو ما سمعش الكلام. يقول اسالوا تعطى واطلبوا تجدوا، اسالوا تعطى واطلبوا تجدوا في حدود مشيئه الله الصالحه، لان في طلبات غير صالحه. كمان عباره اطلبوا تجدوا، انت تطلب من ربنا وتعمل، وتعمل مش تطلب وتنام وتكسل. يعني التلميذ يطلب من ربنا النجاح ويقول النجاح يوافق مشيئه الله، انا ما بطلبش حاجه ضد مشيئته. ايضا يوافق مشيئه الله انك انت تذاكر وانك انت تستعد، ولا يوافق مشيئه الله ان يعطيك بغير استحقاق. او واحد يصلي ويقول، يقول له يا رب ما تضبطش في الغش اللي هغشه بكره. يقول يوافق مشيئه الله ان انا ما اتفضحش، وايضا يوافق مشيئه الله انك ما تغشش. فبرضو عايز الواحد في طلبته لربنا يطلب طلبه واعماله، واعماله تتناسب مع الطلب. مش واحد يتشعبط على ماسوره يجي يسرق بيته يقول يا رب استر يا رب استر، ومن كل قلبه وبلجاجه وبايمان. عايز لازم الواحد يطلب الطلب ويعمل ما يناسب هذا الطلب، مش يطلب ولا يعمل. لأن بيقول إيمان بدون أعمال ميت. فأطلبوا تجدوا، صحيح أطلبوا ولكن اشتغل. قل له يا رب نجحني وذاكر، قل له يا رب وفقني في الرسالة بتاعتي واشتغل في الرسالة بتاعتي، قل له يا رب وفقني في العمل بتاعي وكن أمينا في العمل بتاعك. لكن لا تطلب ولا تعمل، وإلا تبقى بتجرب الرب إلهك وبتطلب منه حاجات ضد عدله. العذارى الجاهلات، ما قالوا يا ربنا يا ربنا افتح لنا، قال لهم لا أعرفكم، لأنهم عايزين يخشوا الملكوت بمصابيح خالية من الزيت، والزيت يرمز للروح القدس. ما تخافش ولا تفقد الرجاء، ولا تفقد الرجاء أبدا، حتى لو أنتنت في الخطية. عارف لو أنتنت في الخطية برضو في رجاء، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، فيش حاجة صعبة أبدا. لهذا يقول الكتاب المحبة ترجو كل شيء. إن كان ليك محبة فالله فأنت ترجو كل شيء، مهما حدث ومهما بدت هناك ظلمة. ربنا بيفتح باب الرجاء أمام كل أحد، ولا حدود للرجاء فالله. الله عجيب في محبته وفي عمله. إحنا ساعات نفقد الرجاء لأننا بنقلق بسرعة، والمسألة عايزة صبر. بالرجاء تقول اللي ما يجيش النهاردة يجي بكرة، واللي ما يجيش بكرة يجي بعده، واللي ما يجيش السنة دي يجي السنة الجاية. اطلب صحيح، ولكن اطلب بقلب طاهر، لأن صلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. لكن تمشي في الخطية ومتخاصم مع ربنا وتقعد تطلب، طب ما تصطلح في الأول وبعدين تطلب. هو اطلبوا تجدوا، يعني اطلبوا وانتم متخاصمين، ولا اطلبوا وانتم مصطلحين؟ مفروض تصطلحوا مع ربنا وتطلبوا. اطلب الملكوت واعمل لأجله، اطلب الملكوت واعمل لأجله. اطلب مغفرة الخطية وتوب عن الخطية.
مش بس تقول اطلبه تجده. اطلبه دي ما ليها شروط، هي رخ. على الاقل اطلبه تجده، حط امامها ماذا تطلب وكيف تطلب. ماذا تطلب؟ قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزدادونها. ما جايز انا بطلب كل طلباتي عالميه وماديه وملهاش علاقه بملكوت الله وبره. وربنا يقول يا ابني اديني قلبك، اديني قلبك في الاول وبعد كده اطلب زي ما انت عايز، لكن ما فيش عمار بيني وبينك، وكل يوم والتاني طلبات طلبات طلبات. جايز تطلب ولا تستجاب، لأن كل ما ربنا يجيب لك حاجة عمرك ما تشكر. عمرك إيه؟ ما تشكر. لو كنت أنت كل طلب بتطلبه من ربنا بتشكر عليه، يبقى لما تطلب طلب جديد ليك دالة. قليل مننا اللي بيشكر، وغالبيتنا بنطلب ولما تجيلنا الحاجة ننبسط ونستريح وننسى نشكر عليه. أو جايز معاملاتنا مع ربنا مش لطيفة، ياما بنطلب ونندر ندرات وما نوفيهاش، فنيجي نطلب تاني ربنا يقول ما نعرفكم. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. عشان كده قال لا تهتموا بما تأكلون ولا تهتموا بما تشربون ولا تهتموا بما تلبسون، كل هذه تطلبها الأمم. لكن انتوا خلوا طلباتكم روحية، وثق اذا كان ليك طلبة روحية يبقى الطلبة الروحية دي تتفق مع مشيئة الله. عشان كده ربنا قدم لينا الصلاة الربية اللي هي صلاة نموذجية، اولها كلها حاجات خاصة بربنا. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك، كلها حاجات خاصة بربنا في الاول. وبعدين الحاجات الخاصة بينا، الخبز الروحي والبعد عن التجارب وغفران الخطايا ونجينا من الشرير، بعيدة عن الأمور المادية. احنا بس نصطلح مع ربنا. وساعات كمان في ناس ما بيعرفوش ربنا غير لما يحتاجوا لشيء فيطلبوا، وربنا يقول لا، ده احنا نكون علاقة في الأول، وما تكونش العلاقة بيننا وبين بعض على أساس الاحتياج والطلب. فابدأ بالمحبة نحو الله، ابدأ بالمحبة وبعدين قدم الطلب. كقاعدة المحبة تسبق الطلب، وكقاعدة المحبة تعطي دالة للطلب وتعطي استجابة للطلب، لأن المحب لا يطلب شيء ضد مشيئة الله.